معنا من كاردف الباحث في العلاج المناعي في كلية الطب بجامعة كاردف الدكتور محمد الحاج علي. أهلا بك دكتور محمد معنا على سكاي نيوز عربية. دكتور محمد، نقاط عديدة حول أوميكرون، نحن نعيش الآن إجراءات مشددة حول العالم، لكن دعني أتحدث معك بداية عن بارقة الأمل، هي مسألة انخفاض أعداد الإصابات في جنوب أفريقيا، في بريطانيا وفي دول عديدة. ماذا يعني هذا المؤشر؟ أسعد الله أوقاتك ماجد وأوقات السادة المشاهدين. بالتأكيد كما ذكرت في تقريرك، انحسار هذه الموجة في جنوب أفريقيا، وهي البلد أو الدولة التي سجلت ظهور هذا المتحور للمرة الأولى، يعطي بارقة أمل أننا نتعامل الآن مع هذه السلالة الجديدة كجائحة موسمية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية. بالتالي هنا إذا نظرنا إلى أرقام الاستشفاء، إذا نظرنا إلى أرقام الوفيات المترافقة مع هذه السلالة الجديدة، سأقول أنا هنا بنظرة متفائلة أن سلالة أوميكرون هي السلالة التي طال انتظارها، بمعنى أننا كنا ننتظر دوماً أن نشاهد سلالة متحورة طافرة ضعيفة من الناحية السريرية، لا تسبب أعراض تنفسية شديدة، ويمكن لنا أن نتكيف ونتعايش معها كجائحة موسمية تماما مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية. طيب دكتور محمد، من جانب آخر، يعني مسألة العودة إلى الإغلاقات هي جارية حول العالم، لكن هل نأخذها حالة حالة، بلدا بلدا حسب الإصابات، أم أنها حالة عالمية يجب أن يكون هناك إغلاق عالمي مثلا؟ بالتأكيد لن نصل إلى مستوى الإغلاق العالمي، بالتأكيد لن نعود إلى المربع الأول، هي مسألة ينبغي أن ينظر إليها كحالة حالة كما يقال، وبمسألة فردية. فالدول مثلا التي تعاني فيها المنظومات الصحية من الضغط على المستشفيات، ينبغي مثلا أن تقوم بإجراءات محددة، إما إغلاقات جزئية أو إغلاقات عامة لفترة محدودة تخفض فيها هذا الضغط على المنظومة الصحية. ينبغي أن نذكر هنا أن المشكلة الأساسية مثلا في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية في فصل الشتاء، وهذا تقليديا حتى قبل ظهور جائحة الكوفيد 19، كان يتمثل بنزلات الإنفلونزا أو البرد الموسمية التي كانت تسبب الضغط بسبب الأعمار المتقدمة هناك عند السكان، وبسبب أولئك المرتبطين مناعيا، أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فكانت نزلات البرد مثلا تؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات ووحدات الطوارئ تقليديا في فصل الشتاء، فما بالك بجائحة سريعة الانتشار مثل الأوميكرون. دكتور محمد، كل مرة أسأل خبير يقول لي لا أعلم عن هذا السؤال، لكن سأسأله لك على أي حال. هل يعني ضعف هذا المتحور أن كورونا سينتهي، سيصبح فيروسا عاديا، أم أن المتحور القادم ربما يكون أشد؟ أنا لن أجاوبك بكلمة لا أعلم هنا مثلا، ولن أخيب أملك. سأقول هنا بنظرة متفائلة إن شاء الله أن هذه السلالة، وهي السلالة الأضعف، هي سلالة انتظرنا حدوثها وظهورها مع بدء حملات التطعيم واللقاحات. نتأمل إن شاء الله أن لا ننتقل إلى سلالة أقوى من السلالات السابقة إذا استمرينا بحملات التطعيم على وتيرة عالية حول العالم، إذا تضافرت الجهود واستمرت في تطوير العلاجات الخاصة بالكوفيد 19، إن شاء الله منتقلين إلى سلالات أضعف، وهذا ما كنا أساسا نأمله في كل مرة نتحدث فيها عن حملات التطعيم واللقاحات حول العالم. دكتور، بالنسبة لكبار السن، بعض الحالات الضعيفة، حتى من ليس لديهم مناعة قوية، هذا المتحور ألا يعتبر خطراً عليهم أيضاً؟ بالتأكيد يعتبر خطر مثل الإنفلونزا أو نزلات البرد الموسمية، لأن كبار السن ممكن لأي نزلات برد مثلاً أن تؤدي إلى قبولهم في المستشفيات، كذلك الأمر بالنسبة للمرتبطين مناعياً. بالتالي خلينا نتعامل معها تماماً كما نتعامل مع نزلات البرد والإنفلونزا، وهو أن نأخذ الحذر هنا بشكل خاص في فصل الشتاء، عطلات الأعياد في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم أيضا، التحديد من التواصل الاجتماعي المباشر قدر الإمكان، الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، تهوية الأماكن المغلقة، وهذا يلعب دور مهم جدا جدا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي حيث يطلب من المواطنين والسكان ذلك.
من كاردف الباحث في العلاج المناعي في كلية الطب بجامعة كاردف الدكتور محمد الحاج علي. شكرا جزيلا لك دكتور.